أهلا بكم في الجزء الثاني من الفيديو اللي بجاوب فيه على أسئلة الناس اللي كان ليهم أسئلة. أتمنى أني أكون قدرت أن أنا أجاوب على كل الناس إن شاء الله. يا ريت اللي أول مرة يشوف الفيديو يعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركش. كمان لو أنت ما كنتش سألت سؤال وبتتفرج على الفيديو وحسيت أن نفس السؤال أنت عايزه وأن إجابته هتمشي معاك، تقدر ان انت تاخدها ليك وتعمل بالإجابة بتاعته. فخلينا نبتدي مع بعض. كمان الناس الجواب بيكون سلبي، انا مش عاوزهم يزعلوا لان الطاقات متغيرة. فخلينا نبتدي في اول سؤال. بتقول: انا سرطان منفصلة عن حبيبي برج الميزان من 8 شهور، وعاوزة اعرف استناه ولا ابطل تفكير في الموضوع. هي سرطان وهو ميزان، سرطان وأنثى السرطان ورجل الميزان، هل تنتظره أم تنساه؟ أوكي. انا من رايي ان انتي تنتظريه، انتوا الاتنين في حاله حزن بالاكتر، انتي حزينه جدا وحاسه ان الموضوع انتهى ومنهاره، لكن انا شايفه هو نفسه يجي بس هو عنده مشاكل كتير مع الطلاق عن الموضوع ده، فممكن الموضوع يتاخر شويه، لكن هو هيجي بسرعه ان شاء الله وهيكون في تواصل وهيطلب منك الزواج على طول، فبتمنى لك حظ موفق. أوكي، السؤال اللي بعده. هل مسلم، معرفش اسمه مسلم ولا مسلم، يعني هي زي ما هي كاتبة، هل مسلم يريد العودة إلى دعاء؟ أوكي، هل مسلم يريد العودة إلى دعاء؟ أوكي، يريد العودة وهو بيبص عليكي من بعيد على فكرة، وحزين جدا ونفسه في بداية جديدة معاكي، بس هو ممكن يكون خايف ان انت هترفضيه او ان انت قافلة قلبك دلوقتي، لكن هو حزين جدا وبيفكر في عودة، يريد العودة، بيفكر في الموضوع. اوكي، السؤال اللي بعده. هل يوجد خطوبة بين الجدي والعقرب؟ الجدي والعقرب، هل يوجد خطوبة؟ أنا شايف إن النية موجودة، لكن مش دلوقتي. احتمال يكون في طرف ثالث بيتدخل ان هو يأخر الموضوع، لكن النية موجودة، وبالأغلب انا عندي ان الطرف الثالث، يعني عندي احساس ان الطرف الثالث اللي بيتدخل ده من ناحية برج العقرب، طرف ثالث بيتدخل ان هو يأخر الموضوع، لكن النية موجودة من الطرفين. اوكي، السؤال اللي بعده. هل يوجد صلح بين الحوت والميزان؟ الحوت والميزان، هل يوجد صلح؟ أوكي. في صلح، بس الصلح ده هيكون في بدايته نقاش حاد، يعني هيكون العتاب عتاب قاسي وعتاب بشدة، لكن انتوا الاتنين بتفكروا في العودة وبتفكروا في الصلح، لكن الموضوع في بدايته هيكون العتاب، هتجرحوا في بعض شوية يعني، بس لكن النية موجودة. اوكي، السؤال اللي بعده. انا من برج الثور وزوجي من برج الجدي، وهو بتاع حوارات كتير، هل سيحدث انفصال؟
هي الثور وهو الجدي. هل سيحدث انفصال؟ اوكي. ما عنديش إحساس إن الانفصال هيحدث، يعني ممكن بس مش دلوقتي، مش دلوقتي. أنا عارف إن انتوا تعبانين في العلاقة دي وبتحاولوا إن انتوا تظبطوا أموركم، في ممكن لو انتوا عايزين هيحصل يعني، لكن محتاجين إن انتوا تسعوا، يعني مش هيحدث بسهولة لو انتوا عايزينه، يعني لو انتوا عايزين الانفصال ده يعني. اوكي. السؤال اللي بعده، ما مشاعر رجل الحمل تجاه أنثى الأسد؟ رجل الحمل تجاه أنثى الأسد. بيحبك جدا وشايفك حاجة كبيرة، شايفك الشمس، هو شايفك حاجة كبيرة قوي، شايفك شخصية جذابة ومشهورة وناس كتير حواليكي، نفسه في زواج منك وفي أطفال، بس هو يمكن متردد شوية، فبيحاول إن هو يتوازن داخليا ويجي يقول لك، يعرض لك الحب ويقدم لك الحب، بس هو ممكن يكون حاسس ان انتي متكبرة شوية عليه فهترفضيه، فهو بيحاول يتوازن الاول، كمان مش هيجي يقدم لك كل الحب، هيقدم لك حاجة صغيرة كده الاول علشان يتأكد من مشاعرك، ممكن يلمح لك مثلا او كده، مش هيجي يقولها لك صريحة عشان هو خايف انك تصديه او تقفلي عليه، لكن هو النية موجودة، فحاولي إن انتي لو انتي يعني الأسد، حاولي إن انتي تساعديه في الموضوع ده وتفتحي له سكة، يعني إن هو يعبر عن مشاعره، لأن هو حاسس إن انتي قافلة عليه أو متكبرة عليه شوية، دي مشاعره يعني. أوكي. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين أنثى العذراء ورجل الجوزاء بعد الطلاق؟ أنثى العذراء ورجل الجوزاء، هل يوجد رجوع بعد الطلاق؟ أوكي. انا شايف في رجوع بس برضو مؤجل شوية، انتوا الاتنين بتبصوا على بعض من بعيد، بتراقبوا بعض، انتوا بالاغلب حضرتك اللي بتراقبيه، انتوا الاتنين بتحاولوا تتوازنوا، يمكن انتي برضو بالاغلب بتحاولي تحققي التوازن في حياتك، انتوا الاتنين متعلقين في العلاقة دي، العلاقة دي كان فيها اسرار كتير، فيها غموض، لكن انتوا الاتنين منجذبين لبعض جدا، نفسكوا جدا ان انتوا ترجعوا لبعض ويحصل ما بينكم صلح، وطلع لكم الكارت ده، هترجعوا عن طريق محكمة لان ده كارت المحكمة، وطلع لكم 2 اوف كابس، فان شاء الله نسبة الرجوع كبيرة، بس ممكن تتأخر شوية يعني، لكن موجودة الرغبة، موجودة من الطرفين، الطرفين بيفكروا في بعض، الموضوع بس هياخد شوية وقت. أوكي. السؤال اللي بعده، هل سأنتقل لسكن جديد؟
تنتقلي، بس مش دلوقتي، يعني محتاجة ان انت تبذلي مجهود على الموضوع ده. ممكن يكون انت بس نفسك لكن انت ما بتسعيش، فمحتاجة تبذلي مجهود اكتر من كده وتسعي في الموضوع، وعلى قد ما تسعي هيحصل ان شاء الله. يعني كمان لو انت مترددة بهذا الشأن ما تتردديش، يعني اسعي واعملي اللي عليكي وربنا هيوفقك ان شاء الله. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين الحوت والجدي؟ الحوت والجدي، هل يوجد رجوع؟ أوكي. الحوت والجدي، أنا شايف إن الجدي هو اللي عايز يرجع، هو اللي بيحاول يشتغل على العلاقة دي. أنا شايف إن الرجوع موجود، بس برج الحوت أنت محتاج تكون متفائل شوية عن كده. ممكن فعلا يكون ما بينكم بلوك وحاسين بالندم والخسارة، في بداية جديدة وفي رجوع. طلع لنا الكارتين دول، فإن شاء الله انتوا الاتنين عندكم النية، بس محتاجين تتوازنوا لأن انتوا من الواضح ان انتوا مريتوا بمشاكل كتير. اوكي، محتاجين كمان تطوروا من نفسكم وتطوروا من العلاقة دي، مش ترجعوا زي ما كنتوا. يعني محتاجين ان انتوا تطوروا من أخطائكم وتصححوا الحاجات الغلط اللي كنتوا بتعملوها وبتضايقوا بعض بيها قبل كده. اوكي، السؤال اللي بعده، ما مشاعر الأسد تجاه السرطان؟ ما مشاعر الأسد تجاه السرطان؟ الأسد هو زعلان جدا، شكلكم منفصلين، هو حاسس بكسرة قلب، نفسه إن هو يرجع لكم ويتزوج منكم، هو متعلق جدا في العلاقة دي، بس حاسس يا سرطان إن انتوا هتصدوه، إن انتوا مش هتقبلوا منه أي كلام، لكن هو نفسه جدا إن هو يكون معاكم، واحتمال يجي على فكرة ويتكلم معاكم بس مش دلوقتي. أوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد سحر أو علاقة ثلاثية بين رجل الميزان وأنثى العقرب؟ رجل الميزان وأنثى العقرب، هل يوجد سحر أو علاقة ثلاثية؟ ما اعتقدش ان دي علاقة ثلاثية ولا اي حاجة، هو بس ممكن يكون مبتعد شوية لان الميزان متردد، على فكرة ممكن برضو يكون في علاقة ثلاثية بس هو عاوزكم انتوا، مش عاوز الطرف التاني ده، هو عايزك انت يا عقرب. الميزان عايز العقرب مش عايز الطرف الثالث اللي موجود، هو مفيش سحر بس ظاهر قدامي ممكن تكون علاقة ثلاثية، هو ممكن يكون كان متردد ما بينكم وما بين الطرف الثاني علشان كده ابتعد، لكن أنا شايفه هو عاوزكم انتوا. أوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين السؤال اللي بعده، هل رجل الحمل يحب أنثى العذراء بصدق؟ هل رجل الحمل يحب أنثى العذراء بصدق؟
أعتقد إن في البداية الموضوع كان بس مجرد انجذاب للشكل، إن هو كان بيبص عليكم كده من بعيد، عايز يتقرب منكم، ومش علاقة حب يعني، عايز يقرب منكم وخلاص. شايف إن انتوا لما قربتوا حصل ما بينكم انفصال، حصل ما بينكم كسرة قلب، لكن هو دلوقتي نفسه يرجع لكم، حاسس إن هو بيحبكم، إن هو مش عارف يعيش من غيركم، نفسه في بداية جديدة معاكم، نفسه يقدم لكم اعتذار، عايز يحقق التوازن في العلاقة دي. فهو يمكن الصدق ما كانش موجود الأول، لكن أنا شايفه موجود دلوقتي. أوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد ربوع بين رجل وأنثى الحمل؟ رجل وأنثى الحمل، هل يوجد ربوع؟ انا شايف ان في رجوع، هو مفتقدكم جدا وحزين جدا على فراقكم. شايف ان في طرف تالت تدخل في العلاقة دي، لكن هو هيرجع لكم انتوا، نفسه يقدم لكم اعتذار، بيبص عليكم من بعيد، نفسه ان هو يرجع لكم، لكن هو بيتوازن دلوقتي. ممكن يكون متردد ما بينكم وما بين الشخص التاني، لكن أنا شايفه هو بيفكر فيكم جدا، ميال ليكم جدا، وهيرجع له. أوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين الأسد والقوس؟ الأسد والقوس، هل يوجد رجوع؟ برضو شايف ان هو مش دلوقتي، في حزن في الموضوع، ممكن انتوا تكونوا سبتوا بعض بخناقة، خبطتوا في بعض كتير، النية موجودة بس برضو مش هيحصل دلوقتي، ممكن يكون في طرف تالت بيتدخل لتخريب العلاقة، لكن الشخص اللي انتوا مرتبطين بيه بيفكر فيكم وعاوزكم، وفي النهاية هيرجع، مش هيسمع لكلام الطرف اللي بيتدخل لتخريب العلاقة. أوكي، السؤال اللي بعده، بتقول هل سيحدث حمل للناس اللي منتظرين حمل؟ انتصار اهو، وفرح واحتفال، وفي حمل ان شاء الله، وبسرعة هيجيلكوا الخبر قريب ان شاء الله. اوكي، السؤال اللي بعده، انا في علاقة ثلاثية مع زوجة اخرى تحاول التفرقة بيني وبين زوجي، ما مصير هذه العلاقة؟ اوكي، فعلا أنا ظاهر لي في طاقة هنا، طاقة ست مش كويسة، بتحاول فعلا إن هي توقع ما بينك وما بين الزوج، لكن أنا شايف ممكن كمان تكون بتعمل لكم أعمال، بتحاول إن هي تدمركم. أنا شايف إنه خلاص هي عملت كل اللي تقدر تعمله، مش هتقدر تعمل أكتر من اللي عملته، وربنا هيحقق العدالة في النهاية وهيجيب لك حقك، وهينصرك عليها إن شاء الله، في عروض كويسة وحاجات كتيرة جاية لك، في وضع هتستريحي فيه كتير وهتكوني مبسوطة إن شاء الله، في
في مصالحة وفي حاجات كويسة بانتظارك، انت استحملتي كتير وخلاص، يعني كل الوحش انت عديتي ومريتي بيه، مفيش حاجات تانية هتجيلك، اللي جاي كله الحلو ان شاء الله. مصير العلاقة دي كويسة جدا. اوكي، السؤال اللي بعده، هل في زواج بين ميسون وخالد؟ ميسون وخالد، هل يوجد زواج؟ هيبقى في زواج، وممكن كمان هتسافروا تقضوا شهر عسل في مكان بعيد في دولة تانية كمان، يعني في بداية جديدة وفي تطورات هتحصل في زواج، يعني بنسبة 1000000% إن شاء الله يعني. أوكي، السؤال اللي بعده، هل مشهور يحب غادة بصدق؟ هل مشهور يحب غادة بصدق؟ لا، انا مش شايف ان هو بيحبك بصدق، انا شايف ان دي علاقة ثلاثية، شايف ان هو بيكلم اشخاص كتير وبيوعدهم وعود ويقول لهم هعمل لكم وحياتنا ابدية وعلاقتنا جميلة، وبيكسر قلبهم وبيسيبهم ويمشي. دايما ده شخص غامض، شخص بيعلق الناس بيه وبيضحك عليهم، بيسرق من طاقتهم وبيوعدهم وعود كاذبة ويخليهم في الوضع ده وبيسيبهم ويمشي، شخص غامض. ف سوري يعني، انا دي الطاقة اللي ظاهرة قدامي، فبتمنى لك حظ موفق. فاوكي، انا هكتفي بالقدر ده من الأسئلة، اتمنى اني اكون فدتكم، يا ريت تقولوا لي رأيكم، يهمني جدا ان انا اعرف رأيكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، واللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب للقناة. بتمنى لكم كلكم السعادة والحظ الموفق، مع السلامة.